احنا كنا هنغني اغنيه يا بلح زغلول بما انك اتكلمتي عن ثوره 19 طبعا، والغنوه دي ليها قصه كده سياسيه ما يعني في الوقت ده، انه سيد درويش كان عمل الغنوه اللي اسمها يا بلح زغلول علشان يعمل تنويه عن سعد زغلول. معلوماتي الضئيله بتقول انه لما اتنفى سعد زغلول بالظبط كده كان في حريات جامده جدا اياميها، فمنعوا انه المظاهرات تطلع تهتف باسم سعد زغلول. بالظبط، ما كانش حد يقف يقدر يمشي في الشارع ويقول سعد سعد يحيى سعد عشان ده هيقلب الشارع، فممنوع. يعني اللي هيقول سعد سعد يحيى سعد هيتاخد ويروح الكراكون. فسيد درويش قال لهم طب مش هنهتف، هنغني. فالف اغنيه وكانه بيغني للبلح الزغلول، فيبقى المواطن ماشي ويغني يا بلح زغلول بدل ما بيقول سعد سعد يحيى سعد من غير ما يروح الكراكون. بالظبط، دي معلومات الضئيلة عن اغنيه احنا هنعملها زغلول دلوقتي من غير ما نروح في اي حته برضه. طيب احنا هيعملوها من غير ما يروح الكراكون.